يا بابا اقول لك على حاجه بس ما تزعلش. قول. انا ما اتكسف بصراحه لما تنزل معايا. ليه يا ابن الجزمه؟ ما بقى ماشي معاك ماشي هتوليه ولا هدومه مقطعه؟ لا يا بابا الجلابيه دي مش ناوي تغيرها يا بابا، كل يوم تلبسها وانا عمري ما شفتك غير بالجلابيه دي. والله يا ابني عندك حق، ناس كتير جايت لغيرها، بس انا ما استخسر اجيب حاجه لنفسي اما اقول للعيال اولى. وانا مش ما استخسر فيك وعامل لك مفاجاه النهارده. اتفضل يا عم، احلى جلابيه من السعوديه كمان. جبت لي جلابيه؟ الله، اجيس واجيلك. هي عايزه تتكوي بس حلو. الله، والله ما مصدق نفسي. ايه العسل ده؟ والله العظيم هتاكل منك حته. الف مبروك يا عم، انا فرحان والله، هتفرح الناس كمان. والله يا ابني وانا فرحان. بص يا حاج، احمد جاب ليه؟ ايه ده؟ انا مش مصدق، اخيرا غيرت الجلابيه المكمكمه اللي كنت بتلبسها، وانت اخيرا غيرت العبايه اللي ريحتها فحفحت. ده انا مش هقدر انام جنبك يا شيخ امينه. خلاص خلاص، احنا مش هنتخانق. ايه يا جدعان، ده اليوم بتاع النهارده ده المفروض يسجل في التاريخ. ليه يا روح امك؟ ده انا عندي عبايات مش لاقي لها مكان في الدولاب. يا احمد. نعم. مين دول؟